السلام عليكم. راح نستعرض لكم بهذا الفيديو تجميعة بي سي رهيبة وصلتنا من أسوس الشرق الأوسط مشكورين. التجميعة فيها مجموعة من القطع اللي كلياتها تقريبا من الفئات العليا واللي بتقدم أداء قوي ومميز. راح نتكلم عن كل قطعة موجودة في التجميعة وعن مزاياها. خليكم معنا. نبدأ مع كرت الشاشة. كرت الشاشة اللي وصلنا للتجميعة هو أسوس TUF RTX 4070 Ti Super وباللون الأبيض. الكرت تصميمه جميل جدا وفي إضاءة RGB رح تكون في هذا المكان، وعنده 3 مراوح ومبرد ضخم، والمنافذ اللي فيه 3 منافذ Display Port 1.4 ومنفذين HDMI 2.1. الكرت فيه 16 جيجا بايت من ميموري GDDR6X. هاي النسخة من الكرت ترددها الأساسي 2640 ميجا هرتز، بس لما نجمع الجهاز رح نشوف التردد الفعلي كم بوصل واللي رح يكون أعلى من هذا الرقم. وطبعا البطاقة بتدعم DLSS3 وتقنية توليد الإطارات Frame Generation اللي بيرفعوا الأداء في الألعاب بشكل كبير. والقطعة اللي هي القلب النابض لأي جهاز كمبيوتر، اللوحة الأم أو المذربورد، معانا الأسوس TUF Z790 BTF، واللي بيجي تصميم الرقاقة الإلكترونية فيها من 6 طبقات. المذربورد فيها سوكت LGA1700 متوافق مع معالجات انتل الجيل 13 والجيل 14، وفيها 4 سلوتات للرام DDR5 وبدعم سرعة بتوصل 7200 كحد أقصى. وعندكم سلوت الـ PCIe الجيل الخامس مع 16 مسار بتركبوا عليه كرت الشاشة الخاص فيكم، وسلوت PCIe جيل رابع مع 16 مسار، وسلوت PCIe جيل رابع مع 4 مسارات، وبتقدروا أيضا تركبوا عليها 4 وحدات تخزين SSD M2. أيضا المذربورد بتدعم الواي فاي 7. المعالج اللي معانا هو من الجيل 14 لإنتل وبالتحديد i7-14700KF. المعالج عنده 8 أنوية عالية الأداء وسريعة، ترددها بوصل 5.5 جيجا هرتز، وعنده 12 نواة اقتصادية بتشتغل بتردد بوصل 4.3 جيجا هرتز، وذاكرة الكاش في المعالج بتوصل 33 ميجا بايت. وبالنسبة للرام معانا 32 جيجا بايت DDR5 من كينغستون فيوري رينيجيد، وسرعتها 7200 ميجا ترانسفير في الثانية، وايضا جاي باللون الابيض. وحده التخزين اللي وصلتنا للتجميعه SSD NVMe من الجيل الرابع، واللي هي كينغستون فيوري رينيجيد، سعتها 2 تيرا بايت وسرعه القراءه فيها بتوصل 7300 ميجا بايت في الثانيه. الباور سبلاي اللي معانا هو TUF جيمنج 750 واط جولد، واللي هو موديولار بالكامل، يعني بتقدر تركب عليه اسلاك الباور اللي بتحتاجها لجهازك فقط. ومثل اغلب القطع في التجميعه الكيس اللي وصلنا ايضا لونه ابيض من اسوس، وهو TUF جيمنج GT302، واللي عنده واجهه مش عشان مجرى الهواء يساعدك على تبريد ممتاز للجهاز، وبيجي معاه 4 مراوح ARGB بحجم 140. راح تركب 3 منهم على الواجهه الاماميه وواحده راح تركبها في الخلف. المداخل الاماميه للكيس مدخلين USB 3 ومدخل تايب سي وفتحة السماعات، وآخر إشي معانا اللي هو المبرد الـ ROG Strix LC3360 بإضاءة ARGB، واللي هو مبرد مائي بحجم 360 وعنده 3 مراوح، وفيه ووتر بلوك جاي بتصميم مغناطيسي بتقدر تحركه 360 درجة، وسرعة المراوح فيه بتوصل 2200 RPM، ومتوافق في التركيب مع منصات كثيرة سواء من AMD أو من إنتل. وبهيك بنكون استعرضنا كل القطع اللي كانت معانا في التجميعة واللي وصلتنا من أسوس. يعطيكم العافية يا أسوس، مشكورين ما قصرتوا. راح نركب التجميعة إن شاء الله زي ما وعدناكم، ونوريكم في فيديو تاني التركيب والأداء في الألعاب، ونشغل مجموعة ألعاب يعني تضغط الجهاز وتطلع كل ما عنده، ونورجيكم النتيجة إن شاء الله. يا رب يكون الفيديو أعجبكم وتكونوا استفدتوا من المقطع والمعلومات اللي موجودة فيه. إذا أعجبكم المقطع أعطونا لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.